عندي الدفعة الرابعة وقدرها 4 أطنان لحوم من صدور الأضاحي، وتسلمتها مديرية أوقاف الدقالية، وتقوم اليوم بتوصيلها إلى المستحقين الشرعيين لها من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك هذا التوزيع تحت رعاية كريمة من السيد الوزير محافظ الدقالية وعبر السادة الرجال الفرعية من السادة العلماء علماء أوقاف الدقالية. بنشكر معالي وزير الأوقاف على هذا الاهتمام، كما نرى أن وزارة الأوقاف هي عامل مشترك مع جميع الوزارات، وذلك لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار لجموع الشعب المصري. حي الله معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، حي الله محافظ الدقالية، حياكم الله جميعا وشكرا. 26/8/2020 بفضل الله وبقوته مديرية أوقاف المنيا تتسلم الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي المخصصة من قبل وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف المنيا ومحافظة المنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي المبارك الأمين. إنه في يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020 وصلت لمديرية أوقاف بني سويف 4 طن من اللحوم، وذلك لتوزيعها على مستحقيها، وبحضور وكيل الوزارة وبحضور مدير إدارات الفرعية. ونشكر وزارة الأوقاف وعلى رأسها معالي الدكتور محمد مختار جمعة على اهتمامهم المحسوس والحسيس بحاجة الناس المعوزين والمحتاجين، سائلين الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. اليوم 26 من شهر أغسطس لعام 2020 وصلت إلينا كمية 3 أطنان من اللحوم لتوزيعها على المستحقين إن شاء الله.